رمضان شهر الصيام والعمل والجهاد ومساعدة الفقراء والوقوف مع المحتاجين وقول كلمة الحق ورفض للظلم والقهر والاستعباد ونصرة للمستضعفين سواء في اليمن أو في فلسطين أو في أي بقعة في الأرض. إننا ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك يجب أن يتعزز في نفوسنا أنه شهر الجهاد، شهر العمل، شهر البذل، فنعلن الجهاد على الهوى والغفلة والشيطان وعلى كل معتد على الأرض والعرض والإنسان. فرمضان والجهاد صنوان معنى ومبنى، فالذي قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال، وذلك في سورة واحدة وفي سنة واحدة وفي أمر نصه واحد. ولئن كان رمضان يزكي النفوس فإن الجهاد يحررها، ولئن كان رمضان يصفد شياطين الجن فإن الجهاد يصفد شياطين الإنس. كتب الصيام على المؤمنين كما كتب الجهاد وكما كتبت الزكاة والإنفاق والعيش مع عباد الله الضعفاء والمقهورين، وكلها طاعات ونفحات وتقرب من الله. رمضان مدرسة الصيام الذي يثمر الجهاد، وشهر القيام الذي يثمر الإعداد، وشهر القرآن الذي يثمر النفير والعمل. وما شرعت العبادات إلا لتحقيق المقاصد، ومن لم يحقق الغايات من عباداته فليراجع أداءه. ومعلوم أن غاية الصيام التقوى، التي من أهم معانيها أن نجعل بيننا وبين الذنوب الحضارية وقاية، كالظلم والاختلاف والفرقة والنكوص والركون والارتكاس. ومن أعلى مراتب التقوى أن تجعل الشعوب بينها وبين الذل وقاية، فالتقوى المطلوبة بالنسبة للشعوب أن تقي كرامتها من أن تدنس. رمضان محطة سنوية يستقبلها الجميع بحب وترحاب، ولا يخرج منها إلا القليل وقد عملوا ما فرض عليهم إيمانا واحتسابا، وفقد الكثيرون موسما خير من ألف شهر.